إلى الكويت، حيث فرقت قوات الأمن الكويتية بالقوة اعتصاما في ساحة الإرادة باستخدام الهراوات والعصي، ما تسبب في وقوع عدد من الإصابات بين المحتجين الذين كانوا يطالبون بإصلاحات سياسية وبإطلاق سراح النائب السابق مسلم البراك. قوات الأمن اعتقلت عددا من الأشخاص، منهم الدكتور محمد الكندري والناشطان نواف الهندال وفهد الميموني، وتعرضت أيضا لعدد من النسوة المشاركات في المظاهرة بالضرب. في هذا السياق، انتقدت منظمة Human Rights Watch في تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في الكويت للعام الماضي، انتقدت الإجراءات الحكومية بحق الناشطين الحقوقيين والمغردين على شبكات التواصل الاجتماعي واعتقال بعضهم وسحب جنسيات البعض الآخر. معي للحديث حول هذا الموضوع عضو اللجنة الكويتية لحقوق الإنسان السيد نواف البدر. سيد نواف البدر، بداية، هذه الاعتقالات التي تمت بعيدة وقفة احتجاجية وتفريق هذه الوقفة بالقوة، هل تم الإفراج فعلا عن كل من تم اعتقاله؟ في البداية هي لم يتم الإفراج عن أحد حتى الآن سوى الدكتور النائب السابق محمد حسن الكندري، ولكن هناك 15 معتقل آخرين ما بين متظاهرين، يعني ما بين حقوقي وإعلامي، كذلك صحفي مشاري العلوش وهو كان يعني يقوم بواجبه المهني، والناشط الحقوقي ورئيس منظمة كويت ووتش لحقوق الإنسان نواف الهندال الذي هو شهير في دوره في الكويت في الجانب الإنساني وتغطيته للأحداث كراصد قال أيضا، وعدد آخر من الناشطين، وأيضا يعني نسجل سوابق للأسف تاريخية سيئة في دولة الكويت عن طريق الاعتداء على النساء من قبل القوات الخاصة، حيث تم الاعتداء على الأستاذة عذاري المطيري وسجلت وثقت هذا الاعتداء في تقرير طبي وقامت برفع قضية، وكما أعلنت المحامية سارة الحمر إن لم يذكرني الاسم يعني الذاكرة عبر حسابها، وأعلنت عن تعرضها للضرب على يد القوات الخاصة، وسجلوا يعني هذه المظاهرة أستاذي كانت أعدادها بسيطة، يعني لم تكن بالآلاف، كان اعتصام محدود جدا، ولكن الحدة التي قامت أو التواجد الأمني، هذا الاعتصام كان يوم الاثنين، يعتبر ثالث أسبوع على التوالي، كان المعارضة كل يوم اثنين يقومون بهذا الاعتصام، ولكن هذا الأسبوع تفاجأ الجميع بوجود قوات خاصة وقوات أمنية، علما أن الأسابيع الماضية تمر الأحداث طبيعية دون وجود أي مناوشات أو مشاكل. المحتجون من طرفه يعني هل قاموا باستفزاز قوات الأمن الكويتية أو اعتدوا عليها؟ الحدث تفصيلا، الحادثة حدثت عندما خرج العشرات، يعني لا يتجاوزون 50 شخص من الساحة إلى مقابل مجلس الأمة الكويتي، وهتفوا بعض الهتافات وعادوا إلى الساحة، وتفاجأ الجميع بعد عودتهم إلى الساحة باحتشاد القوات الخاصة، وبدأت القوات الخاصة بالهجوم على المتواجدين في ساحة الإرادة، وساحة الإرادة شهيرة في الكويت، يعني هي ساحة الاعتصامات والندوات سواء للموالاة أو المعارضة بشكل عام، وتفاجأنا عبر الفيديوهات والصور والأدلة المنشورة بالإنترنت بشكل عام عن مشاهد مقززة، من خصوصا احنا في مجتمع يعني نعتبر مجتمع محافظ عربي للمرأة خصوصية واحترام كبير جدا، حتى ان كانت ناشطة سياسية، سمعنا الشتام والشتم والسباب ضد النساء من قبل القوات الخاصة، وايضا شاهدنا بالفيديوهات يعني الضرب والسحل لاحد المتظاهرين الذي كان في الساحة، وتم سحبه وضربه بشكل مقزز، يعني للاسف هذه الاحداث لم يكن يجب ان تحدث، الوضع كان طبيعي في الأسابيع الماضية، لا أجد مبرر منطقي من وزارة الداخلية لقيام هذا الأمر، يعني هم اعتصموا وكان سيرحلون خلال نص ساعة أو ساعة بالكثير، نعم. لم يكن هناك أي مبرر، ولكن أريد أن أشار إلى أمر، هناك المحكمة الدستورية أصدرت حكم في قانون التجمعات، للأسف إحنا قانون التجمعات لدينا في الكويت يعني في يشوبها كثير من الشوائب، أكدت على أن يجب اختار أو يجب أخذ إذن قبل الاعتصام، فلذلك القوات الأمنية منعت المنظمين الاعتصام من وضع الكراسي أو الميكروفونات أو المايكات للجمهور، فكان الاعتصام مغاير نسبيا بسبب الإجراءات الأمنية الغير معتادة في مثل هذه الأحداث. شكرا. وعلى ضوءها تم اعتقال عدد من المعتقلين، ونتمنى يعني من وزارة الداخلية الإفراج عن هذه المعتقلين، هم يعتبر معتقلين رأي وحريات، ف
نطالب بالحكومة الكويتية والبرلمان الكويتي أن يحافظ على على ما تبقى من سجل الكويت الحقوقي بعد الإساءات المتتالية التي وثقتها جميع منظمات حقوق الإنسان الدولية. عضو الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان نواف البدر، شكرا جزيلا لك.